أنا من خلال الصوت والصورة ضيفنا الكريم الدكتور عبد الرحيم أبو شنب اختصاصي طب وجراحة العيون. يسعد صباحك دكتور. حك أسعد الله يسعدك يا رب. يصبحك بكل الخير، أهلا وسهلا بك. وختام مسك مع حضرتك في حلقتنا لليوم دكتور، بدنا نحكي أكثر عن موضوع العدسات اللاصقة. كثير من شبابنا وشاباتنا متعودين دائما سواء كانت العدسات اللاصقة الطبية أو العدسات اللاصقة الملونة، متعودين على لبسها بشكل يومي. متى تكون خطيرة مع تعود الشباب والشابات على ارتداء أو على وضع هاي العدسات في عيونهم بشكل يومي وبشكل دائم؟ شوفي، بالنسبة لي العدسات دائما بقسمها إلى قسمين، قسم علاجي وقسم تجميلي. قسم العلاج هو هذا اللي بيكون لابسها من أجل القرنية المخروطية، درجات عالية، عنده مشكلة لا تعالج إلا بارتداء العدسة. أما القسم التجميلي فالقسم هو اللي بيلتبس من أجل، إما برضو لقسمين بقسمه، قسم إنه بلبسه عشان يتخلص من النظارة، والقسم الآخر شغل الألوان ومش ألوان. هلا بالنسبة للعدسات دائما خطيرة، يعني المريض اللي نزلنا احنا الفيديو هذا المريض صار له 5 سنين بيستخدمها ما فيش اي مشاكل. اليوم بالليلة بصير عنده التهاب الجرثومة اللي هي السودوموناس، اقوى جرثومة واسوأ جرثومة ممكن تنصاب فيها القرنية، صارت خلال يوم وليلة. والمريض حاليا نظره يا دوب يكاد شبه معدوم، واحنا في طور العلاج وان شاء الله انه يتحسن باذن الله، متأمنين هذا الشيء، ولكن ما راح يتحسن النتيجة اللي كانت قبل ما يبتدي العدسات هاي. طب عشان نوضح للسادة المستمعين والمشاهدين بخصوص هذا الشاب، هو شاب يرتدي العدسات لفترة طويلة من السنوات، ولكن بالفترة الأخيرة تعرض أو أصبح الموضوع عنده خطير بسبب الالتهابات. في كتير من الشباب اللي عمالهم بيسمعونا بيحكوا طب أنا صار لسنين طويلة بلبس العدسات وما عندي أي مشكلة، بالعكس أنا مرتاح كتير ما بيصير عندي أي مشاكل. كل الاحترام، أكيد هذه المشاكل بتم تجنبها من الاستخدام الصحيح للعدسات. عشان الأشخاص الجداد المقبلين على ارتداء العدسات، شو أهم النصائح اللي بنحب دائما نوجهها لهم لحتى يكونوا محافظين على نظافة العدسات وعلى نظافة العين لحتى نتجنب عدم حدوث أي التهاب لا سمح الله أو نتعرض لأي خطر؟ النصيحة الأولى البسوا نظارات. إذا ما بدهم يلبسوا نظارات صدقا يعني راح يضلهم تحت خطر انه سوء الاستخدام. يعني انت اذا بدك تلبس عدسات لازم تضلك مصحصحه 24 ساعه مع العدسات، لما بدك تشيليهم، لما تحطيهم بالمحلول، لما تردك تغسل ايديك قبل وبعد. ويعني احنا بنواجه كل يوم يوميا مشاكل كثير من العدسات، زي انا غيرت المحلول فعمل لي حساسيه، واصلا العدسات حتى لو انت التزمتي بالمعايير السلامه 100% راح تسبب لك، هي مسبب رئيسي في جفاف العين ومسبب رئيسي في حساسيه، احداث حساسيه في ملتحمه العين. فبالتالي لازم، يعني انا ليش بدي اوجع راسي بهي الامور، خصوصا لما يصير شيء مزمن، يعني لما يصير المريض يعاني من جفاف مزمن او حساسيه مزمنه بسبب العدسات وارتداء العدسات، وهو عنده حل امن وافضل امان واكثر امانا اللي هو ارتداء النظاره. فهمت علي؟ هذا فيما يتعلق بالجانب الطبي، انه الاشخاص اللي بدهم يلبسوا النظارات الطبيه لحتى يكون نظرهم صحيح عوضا عن النظارات. اشخاص كثير اكيد ملتزمين، ولكن في بعض الاحيان بيكون استهانه بموضوع مثلا غسل الايدين، تعقيم العلبه نفسها تاعت العدسات الحافظه للعدسات وغيرها. هاي الاستهانه الصغيره لمره او مرتين ممكن انها تتفاقم وتؤدي فعليا لالتهاب بالعين. طبعا طبعا، يعني اذا انت شلتيها غلط وجرحت القرنيه فانت عرضت العين انه سطح العين، سطح القرنيه صار مكشوف وممكن ياثر على يعمل التهاب ويزيد نسبه الفرص للالتهاب. اذا انت ما غسلت ايدك منيح ممتاز قبل وبعد برضه راح يعمل يزيد نسبه الالتهاب. في منهم للاسف مرضى بيناموا في العدسات، بينسوا العدسات ومن كثر التعب ما تلاقيه نايم فيهم، يجي بحكي لك دكتور العدسه ملصقه في الجفنه، العدسه لساتها في مش قادر اشيلها ملصقه في القرنيه من كثر ما هي ناشفه. عدم استخدام القطرات المرطبه وانت لابس العدسات برضه هذا راح يزيد من نسبه الجفاف ونسبه زياده الجروح السطحيه في القرنيه. فلهيك بدك عنايه شديده جدا جدا. ومع هيك هذا المريض 5 سنين هو بعنايه فائقه، في يوم ما بعرف شو صار معه، خانته العنايه، خان الشيء، صار مع التهاب من أشد الالتهابات. فأنا من الحرقة والمسؤولية والقهري على الشاب وعلى الشباب اللي بشوفه والحالات اللي عم بشوفها، نزلنا هذا الفيديو وحبينا نوعي الناس إنه يا عمي مدام خير آمن، في خير آمن وأكثر أمانا، ما تحط
عينك في مخاطرة. وصدقا أنا عارف إنه كثير ما راح يستجيبوا ولا يردوا، ولكن لما يصير معهم لا سمح الله زي ما صار مع هذا الشاب، هذا الشاب الآن بدفع يعني هو ندمان أشد الندم، أجل فصل الجامعي لأنه في وجع آلي شديد ما بيشوف فيها منيح، يعني انقلبت حياته أصلا على عقب بسبب عدسه. فهو للأسف أغلبنا ما راح يستجيب أو يرد إلا تجربه. يعني شبابنا بيتجهوا للعدسات لحتى يتجنبوا موضوع النظارات ولبس النظارات، لأنه بيكون يمكن من جانب إنه ما بيحبوا منظر أو شكل النظارة، ما بيحبوا أو بيستحوا يلبسوا نظارة، وكتير جوانب مختلفة لرفض موضوع ارتداء النظارة. بس مع توجههم للعدسات بيكون الضرر أكبر ممكن نوعا ما، أو معرضين للخطر أكبر، ومع هيك رح يضطروا يرجعوا للنظارات. فهي يمكن النظارة الخيار دائما الآمن والسليم 100%. شو أخطر الحالات النادرة من بعد هذا الشاب اللي واجهتك ضمن مجالك وضمن الخبرة الطويلة فيما يخص مجال تخصص طب العيون بموضوع العدسات اللاصقة الطبية؟ العدسات في اللي هو اللي بسميه ريكيرنت كورنر إيروجن، بتضل صار جرح في القرنية وبطل يلتئم، فهذا بدخل المريض في مصيبة مش طبيعية، إنه كل ما بده يلتئم الجرح برد يفتح، وهذا تنتج عنه ألم شديد وغباش في الرؤية دائم. فأحيانا نضطر يعني احتجنا وزرعنا غشاء ميمبريني، غشاء أمنيوتيك بنسميه ميمبرين فوق القرنية حتى نحاول نساعده ونخليه يرجع يلتئم كمان مرة. فهي كانت من المشاكل برضو اللي واجهتنا، والالتهابات المتنوعة صراحة. وفي والله مريضة عندي عندها حساسية مزمنة من العدسات لبستهم وشلحتهم هلأ، ومع بعد ما شلحتهم لحد الآن بتعاني من الحساسية المزمنة، فهي لا قادر بالنظارات تشوفه بوضوح ولا قادر أعملها عملية تصحيح نظر بحيث يرجع نظرها مثل ما كان قبل. طيب دكتور، لازلنا احنا في موضوع او قسم اللي هو العدسات الطبية اللاصقة. في كتير من الشباب للأسف بينسوا العدسات ويناموا فيها، بيحكي لك مش مشكلة ما هي طبية يعني عادي ما بيفرق. هل فعليا ما في مشكلة بالموضوع ولا هناك كمان خطر وممكن يؤدي لمشكلة كبيرة موضوع انه ننسى العدسات بداخل العين وننام فيها؟ طبعا يعني هاي جريمة مش لازم نحبس عليها المريض، لأنه يعني أنت لزقت في العين، أي أنت نايمة فركت عينك ضربت عينك صار إشي، هاي جرحت القرنية. العدسة نفسها كل ما زادت في داخل العين زادت نسبة الحساسية ونسبة الالتهاب، يعني كلها عبارة عن مضاعفات إحنا بنستهين فيها، بس هي خطيرة جدا إذا لا سمح الله صابنا الالتهاب أو جرح في القرنية. فلهي دائما ننصح انه جيب اذا بدك تلبس عدسات وخلص انت ما بدك تلبس النظاره، مع انه دائما انا بقول انه اذا ما بدك نظاره اعمل عمليات ما تلبس عدسات، يعني العمليه بتعملها ممكن يصير معك جفاف شهرين ثلاث بس بعدها تتخلص من هذا الشيء، اما العدسات بتضلك تحت خطر الجفاف الحساسيه والالتهابات. فدائما نقول لهم يا جماعه اذا اضطريت للعدسات يفضل تجيب الاسبوعيه او الشهريه، مش تجيب لها السنويه ما تغيرها الا كل سنه. تلتزم بالمعايير اللي تنظف قبل، تنظف ايديك، المحلول يكون معقم، وتضلك تشوف اذا فيها اي خدوه شيء شيء تغيرها مباشره، لما بدك تشيلها تشيلها برواق مش تجرح القرنيه كل مره. فهناي يعني صدقا يعني الواحد يا بيشتغل ما يستهين باي شيء، يعني بده يفرغ حاله بس عشان العدسات. طيب دكتور، بدنا ننتقل لموضوع العدسات التجميلية الملونة. كثير من الصبايا بيحبوا يحطوها سواء أثناء فترة العمل لساعات طويلة وكمان أثناء المناسبات أو خلال النهار. خلينا نتحدث أكثر عن موضوع العدسات التجميلية، شو رأيك فيها وبارتدائها بكثرة من قبل الفتيات تحديدا؟ والله هو نفس يعني نفس المبدأ، كلاهما نفس المبدأ، احنا حكينا عنه من أول هم عدسات تجميلية، وهذول العدسات برضو يعني مضاعفاتهم نفس مضاعفات العدسات العادية من حيث الالتهابات، من حيث الجفاف، من حيث الحساسية. فدائما نقول يعني العدسات لا ترتدى إلا إذا في حالة طبية أو علاجية، هذا بالنسبة كرأي الشخصي ورأي الطبي بعد الخبرة اللي شفناها من الحالات اللي نشوفها اليوم عم نواجه. طيب دكتور، يعني العدسات الطبية وآمنا بالله ممكن يلجأوا لها شبابنا وشاباتنا، وبتكون مصروفة طبعا أكيد بتم شرائها من خلال محلات البصريات بوصفة طبية، يعني إن أراد أكيد طبعا بيكون في لها إجراءات معينة حتى تكون مناسبة للنظر وتعمل على كأنها نوع بديل للنظارة من مكان معروف كمحلات البصريات. بس العدسات الملونة التجميلية مش معروف مصدرها، مش معروف من وين جاي، موجودة حتى
حتى أصبحت بمحلات الكوزمتكس، يعني طبعا. موجود براندات عالمية مرخصة للعدسات الملونة، موجودة في محلات البصريات، هاي بيكون ما في عليها يمكن إشكالية، بس العدسات الملونة التجميلية صارت موجودة بمحلات الكوزمتكس وبأسعار كتير رخيصة، والبنات والصبايا بيقبلوا عليها بشكل عادي، ما في عندهم أي مشكلة. بس فعليا بتحكي لك طب أنا صار لسنين يعني بشتري عدسات ملونة وبحط عدسات ملونة، بس فعليا هل هذا الحكي صح وهل رح يضل آمن؟ طبعا لا، يعني هو 100% مش آمن ولا صح. يعني هو ارتداءه من أول، أنا بالنسبة لي يعني لون العين الطبيعي هو أجمل شيء، فما في داعي إني أقعد أغير بلون العين هذا أولا. اقنع الفتيات يا دكتور، اقنعهم إنه لون العيون الطبيعية جميلة. هات اقنعهم. بس مشكلة قناعة داخلية، ولكن أنت برضو هاي جريمة. الجريمة الثانية إنك تيجي أنت تشتريها من محل غير موثوق، فهي جريمة أكبر. انت لانه مثل ما حكيت احنا عم نشوفها قاعده اخر شيء راح تنباع على البسطات، فهذا الشيء راح يكون لما مجهوله المصدر، مجهوله كيف تم تخزينها، هل خضعت للرقابه، خضعت للحراره المناسبه، فهي كلها امور الناس تستهين فيها، ولكن هي كل ملاحظه كل شغله فيها بتكون لها اثار وتبعات كبيره جدا يعني. طب ختام حديثنا وإياك الدكتور، بتفضل فعليا أو يمكن مش بتفضل، خلينا نحكي، إحنا أنت أكيد حكيت طبعا في بداية حديثك أنه أنا دائما بفضل الخيار أنه نلبس نظارات، ولكن إن كان هناك في حالات ما بتحب النظارة بشكل كبير وما عندها أي نوع من القبول لشكل النظارة، كيف ممكن النصيحة اللي عن جد بتحسها حاسمة 100% لحتى يضل الشخص اللي أمامنا محافظ على سلامة عينه من خلال الارتداء للعدسات الطبية؟ تعمل عمليات. يعني أنا العدسات صدقا أنا كثير عملت اللي أراك وكثير من كثر الحالات اللي عم بشوفها، يعني ما بدك تدرس نظارة اعمل عملية، ما تروح على العدسات، نصيحة. يعني أنت مش أنه مضاعفاتها مخاطرها أقل بكثير جدا. العمليات تصحيح النظر أصبحت سهلة بسيطة سريعة، يعني 10 دقائق انت، احنا حاليا انا طلعت قبل معكم على الفجر في التقنيات الجديدة، صحيح يعني كلها العلم بتطور والحمد لله احنا مواكبين لهذا التطور في البلد. يعني انا بسبب المثال اخواتي التنتين، يعني دائما بذكر هذا المثال انه اجدهم يلبسوا عدسات، ما قلت لهم لا نعمل لكم عمليات، عملت لهم مباشره عمليات تصحيح النظر، لاني بشوف ايش خطوره العدسات وبشوف هاي الامور. فاللي ما راضي عن شكله بالنظاره، ما بحب النظاره على شكله، بيعمل عمليات ما يرتدي عدسات. فأنا دائما بقول أولا النظارة، ثانيا النظارة، ثالثا العمليات فقط، بعيدا عن أي شيء يخص العدسات بأي شكل من أشكالها إلا بالشكل الطبي العلاجي اللي هو بحاجة إلى المريض، فهمت علي؟ لأنه صح ممكن تقعد سنين طويلة بدون ولا أي مشكلة، ومثل ما عملها الشاب بيوم نص ساعة صار عنده التهاب من أقوى الالتهابات. أكيد كل الشكر للدكتور عبد الرحيم أبو شنب اختصاصي طب وجراحة العيون على انضمامك وإيانا في برنامج طلة فجر وتسليط الضوء أكثر حول موضوع العدسات اللاصقة، متى تكون خطيرة وهل فعليا هي لها أضرار أكثر من إيجابياتها. كل الاحترام للدكتور عبد الرحيم، مشكور وصباح الخير لإلك ولكل الفريق العامل وإياك أكيد، وعن نصائح الهامة اللي ذكرها الدكتور عبد الرحيم، النظارة ثم النظارة ثم العملية تجنبا للعدسات. كل الاحترام لك دكتور، مشكور، أهلا وسهلا فيك وإيانا، مستمرين معكم مستمعينا. وختام مسك وهذا الجانب الصحي اللي حبينا نتطرق له فيما يخص موضوع العدسات اللاصقة والصباحيات رح نمر عليها قبل الختام. صباح الخير للجميع، وألف مبارك للشمعة منى ولوالديها، لا يكفي تكريم من المدرسة فقط بل يجب